كابتن حسام، وانا عايزين من حضرتك كلمه للجماهير مصر وبورسعيد، وانت حضرتك مسافر الاولمبياد قريب، وكان دائما الاولمبياد ان شاء الله بعد 10 شهور نفسه 16. بطلب من الشعب المصري والشعب البورسعيدي مساندتي بالدعوه، ماشي عليها بالظبط ان شاء الله. عن تكريمك النهارده من نادي بورسعيد، والله انا بشكر بورسعيد ومنتخب بورسعيد للمراكمه والسيد الدكتور عبد العزيز رئيس الاتحاد المصري للملاكمه اللي هو نورنا من القاهره هنا، وبشكرهم كلهم مع نظير الشباب احنا طبعا المهندس خالد عبد العزيز المحترم، وبشكره على الدعم اللي هو دايما عامله لنا باذن الله من مؤتمرات داخليه وخارجيه ومن مكافآت على كل بطوله، انك تحرز جدا. شكرا جدا.